اختتمت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استعراض تقرير المملكة العربية السعودية، وأشادت اللجنة بالتدابير المقدرة التي اتخذتها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق التي تعزز حقوق الإنسان بصفة عامة. ولله الحمد، من خلال المناقشة خلال اليومين السابقتين وجدنا أن المملكة الحمد لله تمتلك العديد من الأنظمة والتشريعات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع رؤية المملكة 2030 وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وجدنا أن هناك تطبيق وتفعيل كثير من التشريعات التي توافق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقول أننا نسير في خطى ثابتة ولله الحمد. رئيس وفد المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان استعرض في اليوم الختامي التشريعات الوطنية والأطر المؤسسية التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة كإطار قانوني، ووصف الخبراء ما جاء في تقرير المملكة من جهود وإنجازات يعتبر نموذجا يؤخذ بعين الاعتبار. I believe this constructive dialogue with the delegation from Saudi Arabia has been very, very fruitful. And I believe that going forward, the lives of persons with disabilities in Saudi Arabia. تقرير المملكة العربية السعودية هو تقرير الحقيقة ضافي وشافي، فيه كل شيء طبعا، معناه كل ما جاء في هذا التقرير هو يتواءم مع ما جاء كذلك في الاتفاقية. لابد أن ننشر هذا التقرير لأنه سيكون يعني لدول أخرى عربية نموذج. تعهد وفد المملكة العربية السعودية في ختام مؤتمر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالالتزام بالملاحظات الختامية والتوصيات القيمة عند مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية وتدابير التنفيذ العامة في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت جزءا من أنظمة المملكة. الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت محط تقدير من اللجنة الأممية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.